بمناسبة يا سيد الأسياد، كان في واحد مش تبعنا اليومين اللي فاتوا قاعد يقول لك ايه، بلا مسيح بلا سيد بلا. المهم في اسقف رد عليه رد جميل، انتوا طبعا عارفين من الشخصيه دي اللي تاني. لا، مين الاول اللي قال كده؟ مالناش دعوه بيه، حاجه اسمها مبروك يعني، بس مالناش دعوه بيه. انا عايز بس اركز لكم. لا، في واحد مش تبعنا مش مسيح يعني، قال لك لا مسيح ولا سيد ولا الكلام ده، مالناش دعوه بيه طبعا. المهم الاسقف رد عليه، فاكره طبعا مين؟ ايوه، قال له فعلا المسيح مش سيد، هو سيد الايه؟ عجبتني بصراحه. يعني انت عماله تقول هو مش سيد. ايوه هو مش سيد، هو سيد الايه؟ هو مش ملك، هو ملك الايه؟ بصراحه ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ يعني انت عايز تقول مش سيد؟ اه هو مش سيد، بس سيد الاسياد مش ملك. لا، ده ملك الملوك. ايها الفخار الاعظم، انا كالخفف بين يدي. رب اللي مش متشكل شكله. عجبني فكره كيكه، عارفين الكيكه؟ كان يقول لك ايه، تامل سمعته قبل كده، يقول لك الكيكه دي لو جبت كل حاجه فيها لوحديها تبقى مش حلوه. يعني كده دوق البيكنج باودر، طب دي لوحده، طب كل حاجه ملهاش طعم، لكن كلها مع بعض بتعمل ايه؟ كيكه. طب ايه رايكم لو عملنا الكيكه وما حطيناهاش في النار تنفع تبقى كيكه؟ انتوا عارفين ايه هي النار اللي احنا بنخش فيها؟